الساعة تشير إلى حوالي الخامسة من صباح السبت 5 ماي الجاري. طاقم سكوب ماروك يرتب آلياته التسويرية أمام المدخل الرئيسي لسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بمدينة ستات، حيث كانت مجموعة من الشاحنات الكبيرة والصغيرة والسيارات تصطف تباعا في هوامش هذا المرفق، وهي تنتظر انطلاق الولوج لهذا الفضاء الجماعي. يعتبر سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة ستات دينامو مداخيل خزينة جماعة ستات، لكن واقعه يوحي بعكس ذلك. رغم جدية الطاقم البشري المتواجد به الذي يشتغل كخلية نحل من أجل تحصيل المال العام الذي يشكل دعامة أنشطة التنموية المبرمجة من طرف المجلس الجماعي، حيث تمكن من تحطيم أرقام معاملات مالية قياسية في السنتين الأخيرتين لم يسبق تحقيقهما منذ تأسيس سوق الجملة بمدينة ستات. طاقم سكوب ماروك انتقل فجر يوم السبت 5 ماي نحو هذا الفضاء، حيث كانت فرصة التقاء العديد من التجار وحتى الزبناء ووكلاء الحسابات وبعض الحمالة، ووقف على حركية كبيرة وكيف أن هذا السوق يوفر آلاف فرص الشغل لطبقة مسحوقة، منها من يقتات على فتات ما يتبرع به التجار، وآخرون من تقديم خدمات للتجار بالجملة والتجار بالتقسيط. سكوب ماروك سيحاول من خلال هذا الروبورتاج إزاحة اللتام عن هذا الموضوع وتسليط الضوء على مختلف جوانبه بالاستماع لمختلف المتدخلين في هذا المرفق الحيوي من خلال تقرير بالصوت والصورة من قلب هذا الفضاء. كان احنا ديما كنوضوا في الربعة ديال الصباح وكنجيو لهاد المارشي، بالاخص الا كانت الشتا ما كيصيبش بنادم منين يدخل، والسوق مكرفس والخضره كتضل في الشمس كي الشتا الشمس عريانه ما كتصيبش الناس، المارشي ما مسقفش، ما عدوش مؤهلات بحال المراشي الاخرين، وانعدام الامن ما كاينش، يكون غير داك السيد اللي في الباب داك عمر انوار هو اللي مكوفلي شويه على هذا المرشي، امالنا كره في هذا المرشي تكشاط بنهار. دا كنشتغلوا كنجيو كتشيط لينا السلعه ما كنصيبوش باش ندرقوها، كتبقى لينا في الشمس، كانت الشتا كتبقى في الشتا، الامن كيجي غير يوم السبت، ايام الاخرى ما كاينش. هذا المرشي ما عدو لا سقف لا والو، الحفاري في المرشي بحال داخل شي دوار. الرساله ديالنا بغينا احنا كنخلصوا المرشي، كنخلصوا العشر، كنخلصوا القوانين، خاص المرشي تكون فيه المؤهلات اللي في المرشي تكون فيه، يتسقف حتى هو ويكونوا فيه الناس اللي كينظفوا، الناس اللي كينظفوا ما كاينينش، الزبل اللي كيبقى كنمشيو لشي سوق كنصيبو احسن من هذا المرشي. سوق كنخلصوا فيه غير 10000 فرنك الكاميو ولا 15000 فرنك كنصيبو منظف على هذا المرشي. معاملة للإدارة السوق كيديروا خدمتهم، هذوك راهم خدامين، راهم اللي شوية مكوفرين ورادين البال المرشي، كيجيو شي شمكارة يقلعوا الناس الخضرة بالزاز، يجي يقول لي 5 دراهم صحة ندير 5 دراهم لبلاصة. إيوا بغينا من المسؤولين يجيو ويطلعوا لهذا المرشي ويراقبوا المرشي. يا خويا حسنا السلطة كل نهار هنايا كيجيو الشفارة هنا حامينا واحد ما قاليش أنوار عمر وخاصو ماشي خاصو يتسقف سيدي كلو، راه الشمس كتاكل فينا، كتجي الشتا تخسرنا السلعة، خاصو مي الأزبال يجيو شاطو كل نهار كيجيو مرة في السيمانة، والشفارة قتلونا هنايا أي سلعة كتحط كتخسخ منا، واحد ما قاليش هنا واحد كيحمي المارشي كامل ما كافيش. المارشي راه خاصو يتسقف على الشمس والشتا، دابا الحرارة جاية باش غيدربوا عباد الله. السلعة راه كلشي كتمشي حاسبهم. خاص الناس تحرك شوية، الناس مسؤولة بهذا المارشي، الناس اللي خدامين راهما الناس مسؤولة هنا في المارشي اللي مقابلين هنا المراقبة راه خدامين دايرين خدمتهم، ولكن خاص العوين. وبالنسبة لهاد الناس اللي خدامين في المارشي راه خاص المارشي يتعاد فيه النظر، خاص الإصلاحات، خاص بزاف ديال الحوايج. الناس الحمالة ما واكلين الشاط هنا، كاين اللي بوليداته وكاين كذا، كيجي هنايا ما غاديش يدير فيه الآخر الثقة، الخضار ما غاديش يدير فيه الثقة، علاش؟
حيت ما محميش ما كاين حتى شي حاجه اللي حاميه ما والو شي بحال العشوائيين هاد النظر هنا غير حاجه وحده باش مزيانه الان بعدا والناس المسؤوله ديال المارشي قايمه بالعمل ديالها اما بالنسبه كحماله وكذا راه ما كاين حتى شي حاجه خاصها شي يكون فيه وخاص تعاد الهيكله ديال المارشي بعدا هي الاولى ها ما تشوف هنا قدامك حتى كتشوف باش غادي يضرك النعناع ديالو باش غادي الا جات غير شوف زعما كلشي شي غادي يتحرك يلا وريني هاد الناس مسؤولين ما شوف هاد تشوف تبع عينك فين غادي يحطوا السلعه ديالهم غادي هذا كلشي غادي يتحرك وزيدوا ثاني على وحدين اخرين اللي كيجيو دوك الشفاره كيديو لي مرزقهم هنايا وكون ماك جالي اللي مقابل هنا راه مصيبه راه روينه السلام عليكم خويا راه خاصهم يصلحوا لينا هاد الشيء لداخل ما كندخلوش وقت الشق راه كنتمحنوا كنتكرسوا لا حنا ولا الكرارس مطرنا كيترسوا ورا مع السكوس هادشي والحفاري والغيس لا واحد لك موطور وسط غيس ما جا ما يجبدو خاصك تخسر عليه 30 فراك ولا 400 درهم على الموطور ما كندخلوش لداخل الناس كتدخل ترزق الله حنا ما كنقدوش عندنا اولاد ما كنقدروش ندخلوا مطرنا لداخل حقاش كيتكرسوا لينا والسيد اللي حامينا هو السي عمر تاع الباب كيجي لنا المخزن النهار السبت لا ما كانش مخزن راه السلعه كتشفر كلشي كيمشي ويد وحده راه ما عمرها تصفق اخوه نقوموا بالدور ديالنا في السوق إيه. إما أنه الفضل كيرجع عرفتي لما كيرجع للمستاجر بالأغلبية والأكثرية كيرجع للمسؤولين ديال الجماعة الحضرية والموظفين ديالها لكي يقوموا بالدور ديالهم وحافظوا على الأموال العامة أموال ديال الدولة والموظفين وبالخصوص السيد المراقب مراقب اللي كيبذل جهد مجهود تحسين الديون ديال السوق المشاكل حنا ما كاين شي مشاكل الامور غاديه تسير سيرها العادي لانه ربما اللي يقدر يزودكم بالمشاكل اللي كاينه وداك الشيء هو المسؤول ديال هو السيد المراقب لانه هو ادرى بالمسائل ديالك ولانه هو اللي كيقوم بالدور ديالو هو اللي مكلف بالمسائل هو اللي كيحافظ على المال رغم الصعوبات اللي تلقاه رغم المشاكل اللي كاينه كتلقاها الا انه بذل جميع المجهودات باش حتى دايرينهم الاستخلاص ديال التعشير ها كيجي وكيخلص التعشير عند الكاتب ويمكن يزودكم هو باكثر يمكن يزودك هو بمعلومات اكثر كتعرفوا انتم السوق الجمله للخضر والفواكه بالسطات هو واحد المرفق اللي حيوي اللي كيرد واحد المداخل مهمه على الجماعه على جماعه السطات وانتم كيف ما شفتوا اليوم التجار بالجمله والتجار بالتقسيط والحماله راك شفتوا كيفاش السوق راه غادي على احسن ما يرام من حيث التنظيم ومن حيث كل شيء وكنشكر سيد رئيس المجلس البلدي الذي اعطانا الضوء الاخضر لتسيير هذا المرفق الذي يرد مداخل مهمة ربما كانت مداخل في 2016 و2017 اللي عرفت واحد الارتفاع هام ما يناهز 4 مرات عن السنوات السابقة وحنا كما كنطلبوا حتى شي حاجة كنطلبوا غير شوية ديال التعاون من طرف التجار ومن طرف التجار بالتقسيط وراه نتوما دابا اللي كيراكم شتو اليوم حنا العمل ديالنا كيقتصر على مراقبة الفواتير التي توكل للوكلاء سوق الجملة لأننا كنديروا واحد الدور ديال الوكلاء بالنسبة للجماعة الدور ديالها ان الوكلاء هما اللي خصهم يراقبوا هما اللي كيقيدوا عمليه البيع لانهم خصهم يطبقوا القانون ديال 62 ديال السيد وزير الداخليه ربما احنا عندنا وكلاء ناس مقاومين ناس مسنين لا يقدرون على العمل لذلك فالجماعه موظفي الجماعه هم المسؤولين عن المراقبه وعن المحافظه على المال العام بالنسبة للجماعة وبالنسبة للوكلاء
وهذه نقطة أخرى بالنسبة للمتهربين من أداء واجب التعشير طبقا للفصل 2 من القانون من قانون الأساسي للوكلاء، أننا كنكونوا كلجنة كنديروا عمليات تمشيطية لمحاربة المتهربين، وكنلقاو بعض العراقيل وبعض المشاكل، وكنشكروا رجال الأمن وعلى رأسهم السيد الوالي اللي كيساعدونا وكيأزرونا في التدخلات ديالنا بمدينة سطات لمحاربة هاد المتهربين، كما نشكر السلطات المحلية وعلى رأسهم القياد للدوائر الستة وعلى رأسهم السيد الخليفة الأول للعامل لإقليم سطات. وكيف أخطار لأن هاد السوق كيتوافدوا عليه عدة شرائح، منهم من له سوابق عدلية، وكذلك ربما معروفة عند العامة بأن أسواق الجملة كتجمع جميع الشرائح. بالنسبة للمتهربين اللي كنتصلوا بهم في المدينة اللي كيديروا إما شاحنات إما سيارات إما لديهم مستودعات سرية، فأنا كنواجهوا معهم المصاعب لولا تدخل لولا المؤازرة لرجال الأمن والسلطة المحلية. السر وراء ارتفاع هذه المداخل هو المجهودات اللي كتقوم بها هذه اللجنة وهذه الموظفين المراقبين لسوق الجملة، وعلى رأسهم السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة سطات الذي يؤازرنا في جميع الأوقات، كلما اضطرنا أن ننادي عليه عبر الهاتف يساعدنا ويطلب من جميع الجهات المسؤولة في التعاون مع هذه اللجنة قصد أداء واجب التعشير والتخلص من المتهربين من هذه الواجبات. الرحمن الرحيم، اولا كنشكركم على اثاره هذا الملف، هذا الموضوع هذا اللي عنده الاهميه ديالو، لانه كيتعتبر سوق الجمله من اهم المداخل ديال الجماعه، واللي هو اللي كيوزع يعني جميع الخضار والفواكه على مستوى المجال الترابي ديال مدينه سطات. ولكن قبل ذلك سمحوا لي نتكلم على انه منذ هذه الفتره الانتدابيه اعطينا واحد الاهتمام كبير بالموارد الماليه ديال الجماعه، وساهمنا في تحسين المداخل ديال الجماعه، فإلا لاحظتوا فانه رفعنا من الميزانيه من 8 مليار ديال السنتيم، واستطعنا اننا في اواخر 2017 ان نحققوا مداخل مهمه اللي وصلت تقريبا 10 مليار ديال السنتيم، بمعنى اننا زدنا واحد 2 مليار ديال السنتيم، وهذا يعني راجع الاشتغال ديالنا والاهتمام ديالنا بالموارد الماليه على اساس اننا نحسنوا من المداخل ديالنا. اكيد انه من بين اهم المداخل ديال الجماعه كاين سوق الجمله. سوق الجمله اليوم عنده مداخل هي جد مهمه، ويمكن لي نعطيكم بالارقام انه انطلاقا من 2015 كان ما كيتجاوزش المداخل ديالو السنوي 64 مليون ديال السنتيم، اليوم في اواخر 2017 يعني تجاوزنا 200 مليون ديال السنتيم، يعني تقريبا تضاعفت المداخل اكثر من 5 مرات. هذا راجع الاشتغال والجديه والسهر الشخصي ديال الموارد البشريه ديال الجماعه اللي كتشتغل ليل نهار من اجل تحسين المداخل ديال الجماعه. من طبيعه الحال كاين مجهود ديال الوكلاء اللي هما شركاء ديالنا واللي كينظمهم يعني الظاهر ديال 1962، واللي عندهم واحد الدور كبير يعني في استخلاص المداخل ديال السوق الجمله. هذا ما كيمنعش باش نتكلموا على انه كاين مجموعه ديال النقائص، كاين حاجه ملحه ان التدخل من اجل اعاده تهيئه هذا سوق الجمله، لانه فعلا فيه بنية تحتية اللي هي ما كتلقاش المستوى ديال مجموعة ديال الباعة اللي هما كيولجوا لهذا السوق هذا. فأكيد أن جماعة سطات واخدة بعين الاعتبار هذا يعني المطالب ديال هاد التجار، وبالتالي فهي برمجت في الميزانية ديالها ديال 2018 موارد مالية اللي كتوصل تقريبا 400 ألف درهم اللي غادي نبداو بها يعني حسب الأولويات يعني البنية التحتية ديال هذا السوق هذا. أكيد أن هذه الاعتمادات غير كافية، ولكن هذه بداية،
وحنا بتطور المداخيل غادي نساهموا يعني في اصلاح هذا السوق. مسألة اخرى اللي نبغي ناكد عليها هو انه لا بد اننا هذا نداء يعني للسلطات الامنيه انهم يكتفوا من المجهودات ديالهم ويضاعفوا من المجهودات ديالهم، لان الموظفين كيشتغلوا في ظروف اللي هي ظروف زعما غير مرتاحين في العمل ديالهم، بحكم انهم كتكون واحد مجموعه ديال السلوكيات، مجموعه ديال التصرفات ديال مجموعه ديال الاشخاص اللي كيجيو لهذا السوق ديال الجمله، وبالتالي حنا محتاجين المؤازره ديالهم، محتاجين المسانده ديالهم من اجل الحفاظ على المال العام اللي كنحاولوا باش نحصنوه ونحسنوا من المدخول ديالو. ايضا هذه مناسبه ومن خلالكم يمكن لي نخاطب وزاره الداخليه بانه التدبير المباشر ديال مثل هذه الاسواق ديال الجمله فيها واحد الضعايع كبير ديال 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 المال العام، وبالتالي انا الاوان ان وزاره الداخليه تعطي الفرصه للمستثمرين الخواص من اجل انها تشتغل بهذه الاسواق ديال الجمله. والجامعه ديال الصطاد دارت مبادره بالتنسيق مع السلطات الاقليميه والسلطات المحليه على اساس اننا برمجنا في احدى الدورات ديال المجلس دوره عاديه وناقشنا دفتر الشروط والتحملات المتعلق بكراء هذا المرفق ديال سوق الجمله، ولنا اليقين بانه الى تكرى هذا المرفق ديال سوق ديال الجمله غادي تضاعف يعني المداخل ديالو، لان هاد المستثمرين الخواص عندهم الاليات، عندهم الموارد البشريه وعندهم كل يعني الاليات باش يمكن انهم يدخلوا مداخل اكثر احسن من 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 من, من الجامعه. وبالتالي للاسف ان صيفطنا لدفتر الشروط والتحملات الوزاره الداخليه دارت فيه مجموعه ديال الملاحظات، ملاحظات اللي هي مقدور عليها، وانا كنقول من هذا المنبر انه لابد من وزاره الداخليه انها تعيد النظر في اعطاء يعني الفرصه للجماعه الترابيه من اجل استغلال هذه الاسواق ديال الجمله عن طريق التدبير المفوض ولا عن طريق الكراء على الاقل. وغادي تبقى النسبه ديال الوكلاء لان واضحه نسبه محدده راه غتبقى تستخلص من هذا الواجب ديال الكراء. اذا اعود اجدد يعني الشكر لسكوب ماروك على اثاره هذا الملف، لانه ملف مهم جدا وكيتعتبر من اهم المداخل الاساسيه واللي كينمي الموارد الماليه ديال الجامعه، فشكرا لكم على اثاره هذا الموضوع. بالنسبه للنظافه ديال السوق، كما كتعرفوا بان الوكلاء اليوم عندهم واحد الاختصاصات اللي هي اختصاصات واسعه، ولكن هذا في الحقيقه مشكل، واسمحوا لي انا غادي نتكلم عليه بكل صراحه، لان اليوم هاد الوكلاء اللي العدد ديالهم 6 ديال الوكلاء، 3 ديال الوكلاء كيجيو من القطاع الخاص عن طريق مبادره اللي كتعلن عليها الجماعه وكتكون لجنه مشتركه اللي فيها السلطه الاقليميه السلطه المحليه وباقي الشركاء، ثم كاينين 3 ديال الوكلاء اللي كيجيو عن طريق يعني المندوبيه الساميه ديال القدماء المحاربين. للاسف ان الشروط اللي كتخلي هاد الناس انهم تكون عندهم الصفه ديال الوكيل يفترض فيهم انه خص تكون عندهم يعني القوه البدنيه والقوه الجسمانيه باش يمكن يمارسوا العمل ديالهم، لان العمليه كتعلق بالاستخلاص. ولكن للاسف ان 3 اللي كتحددهم لنا المندوبيه الساميه ديال القدماء المحاربين كيكونوا غالبا انهم طاعنين في السن، كيتجاوز السن ديالهم 70 سنه 80 سنه، وبالتالي ما كتكونش عندهم القدره انهم يقدروا يمارسوا العمل ديالهم في واحد الظروف اللي هي حسنه واللي هي جيده. هذا كيأثر على المداخيل ديال الجماعه، لان اليوم الاختصاصات ديال الوكلاء اختصاصات واسعه جدا، ومن بين الاختصاصات اللي موكوله اليوم بالاضافه الى يعني السهر شخصيا على المداخيل ديال السوق انهم كيقوموا بالنظافه ديال السوق بالتنظيم ديالو الى غير ذلك. حنا عارفين بان هاد الناس ما عندهمش القدره، ومع ذلك الجماعه بين الفينه والاخرى كدير تدخلات من اجل يعني نظافه هاد السوق. كما قلت السوق يحتاج الى اعاده تاهيل، وحنا اليوم رحنا كنفكروا في هاد الامر هذا بكل جديه باش نعاودوا ناهلوا هاد السوق، ولكن كنقول وكنعاود نكرر خص مراجعه ديال الظاهر ديال 62 اللي كيأثر يعني هاد الاختصاصات ديال الوكلاء، وخص وزاره الداخليه يعني تساهم في السماح للجماعه الترابيه من اجل كراء هاد الاسواق ديال الجمله حفاظا على المال العام وتنميه الموارد الماليه ديال الجماعه الترابيه. شكرا.